احكي عن شبكه التواصل في اتحاد لجان العمل الصحي، بتضم شباب وشابات نشيطين متطوعين بمجالات مختلفه بالعمل التطوعي، وبتجمعهم اهداف مشتركه. رؤيه شبكه التواصل بتقوم على بناء شباب قيادي واعي لذاته، لهويته الفلسطينيه، وقادر وفعال في المجتمع، وبيسعى لبناء مجتمع مقدسي خالي من كافة أشكال التمييز العنصري. ومن هون جاء التركيز في شبكة التواصل على عملية التواصل والتبادل مع امتداد الجغرافي الآخر خارج القدس، خارج القدس سواء في الضفة أو في 48، مع شباب وآخرين ومؤسسات أخرى. مش عارفة هلأ، حكيت بشكل عام عن الأهداف، بديش أضرب إن شاء الله أعيد، لأنه تقريبا نفس الحكي اللي هو بضل ينعاد. بس شبكة التواصل بشكل عام اللي هي بتستهدف طلاب مدارس، خلينا نقول في الأول أنا كنت جزء فيها من 8 سنين لحد اليوم، هي قدرت إنه تغير أو تأثر على وعي مجموعة كبيرة من الشباب من خلال الأنشطة، وركزت أكثر على منطقة 48 من خلال جولات حول تاريخ الأرض والإنسان الفلسطيني في مناطق مختلفة، تبادلات شبابية في الضفة في 48، تبادلات مع مؤسسات مثل مؤسسة حق، مثل مؤسسة مثل أبناء البلد، زيارات مخيمات مثل مخيم عائدون اللي هو مخيم سنوي، وفي كل سنة من المخيم آخر 3 أو 4 أيام بصير في تخييم في منطقة من مناطق 48، وخاصة جولان. أهمية تجربة شبكة التواصل بأنها بتمثل فرصة للشباب وخاصة الشباب المقدسيين، واللي هي فرصة غير متاحة باستمرار لهم، بأنه يكون في بينهم وبين مناطق أخرى هذا التواصل، ومش بس التواصل، إنه يعيشوا هاي التجربة ما بين مع الشباب الفلسطيني في مناطق تانية، وفتحت لهم أبواب تشبيك وتبادل في مناطق أخرى، وقدروا من خلالها إنه يلمسوا هذا الهم الجامع عبر الامتداد الجغرافي في فلسطين، ويفهموا الصراع الممتد خارج القدس كمان. لأنه تبادل هذا الهم والخبرات لعب دور أساسي في تشكيل هويتهم الوطنية والفلسطينية، لأنها في أغلب الأوقات قلت إنه كانت تستهدف الشباب الصغار بالنسبة للقدس، وتحديداً في ظل سياسات التهويد والعزل اللي بتعيشها القدس، كانت يمكن مش باستمرار ممكن إنه تتوفر هاي الفرص للشباب إنهم يقدروا يزوروا مناطق مثلاً في 48 أو يعيشوا تجارب ويعيشوا مشاكل بيعيشوها أهالي 48 اللي هم نوعاً ما يعني معزولين عنها، زي مثلاً إنه يروحوا الشباب على قرية إكرت يتعرفوا على إيش بصير بإكرت، يروحوا على عكا يصير في هذا التبادل يعني حول موضوع التهويد، حول موضوع التهجير، معرفة تاريخ بلدات معينة، وبشكل عام يعني شبكة التواصل كانت بتشكل هذا التحدي، لأنه دورها هالقد كان يعني مش بس مهم، ولكن يمكن هو في محل معين كان خطير يعني، وكان إشي مش هالقد كتير لطيف بالنسبة، خلينا نقول للإحتلال. يمكن عشان هيك اتحاد لجان العمل الصحي، مركز نضال اللي تم إغلاقه أكثر من مرة، ونشاطاتهم كانت باستمرار مستهدفة يعني من قبل الاحتلال، ومؤخرا يعني تم إغلاق مقر الاتحاد لجان العمل الصحي الموجود في القدس، والسبب أنا بفكر إنه هو كان شبكة تواصل ونشاطات شبكة تواصل، لأنه هالقد كان الإشي واضح وشكل مشكلة. إنه يكونوا الشباب بتواصل زماني ومكاني ويقدروا يعيشوا الآخرين، يعني خلاهم
يقدروا يفهموا الصراع، يفهموا القضايا تانية اللي هم مش قريبين منها ويمكن مش متاح انه يعرفوها او يروحوا يتواصلوا معها ويعيشوا الشيء، زي مثلا التبادلات اللي كانت تصير او الزيارات مثلا اللي صارت للنقب، المشاركة في برافر، زيارة قرية العراقيب وأمور أخرى يعني. هلأ أنا شخصياً يعني إذا أنا بدي أحكي عن شبكة التواصل وقديش كانت مؤثرة صراحة في شخصيتي أنا، يعني هي كانت صراحة منبر إلي شخصياً اللي خلاني أتعرف على كتير ناس، يكون عندي كتير علاقات مع كتير مؤسسات، وهي في محل معين كانت بتبني شخصيتي الوطنية وهويتي، وهالقد كانت مؤثرة لدرجة إنه في علاقات من أيام تواصل اللي هي شغالة لحد اليوم طبعاً، بس اليوم التواصل شوي يعني هديت بسبب آخر ظروف مرقت فيها الاتحاد الجامعي الصحي، واللي هي تطورت يعني، وهيك صار معلق بالشباب يعني، تطور شغل شبكة التواصل علاقات شخصية اللي هي ظلت مستمرة لليوم، يعني شباب اللي كنا بنعرفهم أو تعرفنا عليهم قبل 7 أو 6 سنين أول ما بدأت شبكة التواصل، اليوم هم مثلاً بتعلموا في الجامعة العبرية، فبالتالي هاي العلاقة كملت وصار في هذا النشاط المشترك مع مجيئهم للقدس. وطبعاً النشاطات ما كانتش بس هي في مناطق 48، طبعاً كانوا هم كمان يجوا على القدس ويصير هذا التبادل ويصير هذا النقاش. لكن المشكلة الحقيقية يعني اللي هي فيما بعد خلينا نقول شبكة التواصل، اللي هو العمل المشترك في القدس بين الشباب المقدسي النشيط والشباب 48 اللي عايشين أو اللي بتعلموا في القدس، إنه فعلياً ما في شيء مشروع أو عمل له عمق أو منهجية واضحة أو أهداف أو رؤية محددة اللي هي تجمع شباب القدس النشطين، شباب 48 وتشحذ كل هاي الطاقات الموجودة. يعني بالآخر العمل الموجود هو عمل فردي أغلبه مبني على علاقات شخصية أو على صداقات، لكن ما فيش جسم موحد اللي لليوم قدر يجمعهم. وفي أغلب الأحيان الفعاليات اللي بتصير اللي هي فعاليات عادية أو بتصير مشاركة من بين الطرفين، يعني كل طرف تجاه الآخر، زي إنه مثلا شباب يطلعوا يشاركوا بمظاهرة بحيفا، أو إنه شباب يجوا أو إنه شباب مثلا اللي بيدرسوا أو بتعلم في القدس يطلع بمسيرة الأرض. ويمكن العمل اللي اليوم هو الوحيد اللي شوي منظم هو مشروع الرباط في الأقصى اللي بتشرف عليه الحركة الإسلامية، أما غيره ما فيش أشياء منظمة أو مرتبة بين الجهتين. ممكن إنه اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتقوقع كتير من طلاب أو أهالي 48 اللي عايشين بالقدس كمان بيساهم بإنه ما فيش هذا التفاعل الكافي مع القضايا والمشاكل اللي بتصير في القدس. يمكن هذا سبب، وزائد السياسات اصلا اللي هي قدرت تخلينا كلنا مجتمعات منغلقة على نفسنا، ووضع القدس نفسه اللي ما فيش فيه جسر سياسي فلسطيني بيدعي القدس كشعار على سلم اولوياته وبس.